هلو جايز، هذا واحد الفيديو استثنائي جاي نديرو للناس اللي هما مبتدئين. فاش كنقول مبتدئين يعني الناس اللي يلاه سمعوا بالاي كوميرس، على عكس لي فيديو اللي ديجا كنت درت هما الناس اللي هما ادفانسد و اكسبيرت في الدومين. دونك بالنسبه لهذا الفيديو غادي يكون على كيفاش واحد سمع بالاي كوميرس يعرف الطريق اللي غيمشي فيها والخطوات اللي غيدوز منها حتى يكري بزنس ديالو، ويكري بزنس في الدروب شيبين ويجيب اول مبيعه ديالو، يعني من الصفر حتى يجيب مبيعه الاولى ديالو. شنو غادي خصو يكري؟ كيفاش غادي خصو يكري؟ شنو خصو يكون عنده نظرا للمعلومه اللي كاينه دابا بزاف في الانترنت؟ الدخل غادي يكون يلا سمع بالاي كوميرس بغا يبدا، ولكن غادي يلقى بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال المعلومات اللي غيتلفوه. دونك هذا فيديو بغيت نديرو توضيحي باش نسامبليفي على اي واحد باغي يبدا يعرف شنو غيخصو، لان كيجي يدخل كيسمع شركه، كيسمع بنك على برا، كيسمع كذا، كيتخلع، كيحسب له شي حاجه اللي هي كبيره ما عرفش. دونك تما كيبقى تما حابس. دونك حنا غناخذ واحد ليكزامبل اكس، واحد الانسان اكس اللي هو يلا سمع بالاي كوميرس، سمع باللي فيه الفلوس، سمع باللي خدام وبغى يبدا. ناخذ هذا الانسان اكس نسميه مثلا ايوب. هاد ايوب هذا سمع بالاي كوميرس، بغى يبدا الاي كوميرس. اول حاجه اللي خصو يعرفها السي ايوب هو انه كاينين جوج حوايج اللي هما غالبين في الاي كوميرس خاصه في المغرب، ما هو الاي كوميرس راه دومين ما كيساليش. نقولوا انه كاين دروب شيبين معروف بزاف، وكاين اي كوميرس لوكال اللي حتى هو معروف بزاف. غادي يقلب على كل واحد في هادو غادي يلقى كل حاجه باش كتمتاز. هاد الخدمه ديال الدروب شيبين ماشي هي الخدمه ديال الاي كوميرس لوكال، وكل بزنس عنده شنو كيميزو. دونك قلب في هادي وفي هادي، غادي يلاحظ ان الاي كوميرس لوكال ولا السي او دي كيخصو واحد البريزونس فيزيك، كيخصو تيم، كيخصو بيرو، كيخصو وكيما عنده دي زافونتاج ديالو. دروب شيبين عاوتاني حتى هو عنده مشاكل ديالو، السدان كذا الى اخره، كيما عنده لي زافونتاج ديالو، كتبيع وورلد وايد، كتبيع في العالم، ما كيحتاجش دي مارك فري غير بس ديالك وكتخدم. سو نفترضوا انه اختار دروب شيبين اللي هو اختصاص ديالي واللي هو اللي غادي نهضر عليه انا. ملي كتقول غادي نخدم الدروب شيبين، هنا كيخصك تفهم بلي حتى الدروب شيبين فيه انو فيه بزاف ديال الاختصاصات، ما كاينش غير الدروب شيبين هكا فاغ نخدم الدروب شيبين، ما كايناش. سو اوكي غادي تخدم الدروب شيبين، قررتي انك باغي تخدم الدروب شيبين اللي هو انك باش تبويل دي براند ديالك ودير شي حاجه مستقبلا، بحال كاع لي براند اللي بداو بالدروب شيبين وصلوا دابا شركات كبار، مثلا دانييل ولينطون اللي هي معروفه وشركه كبيره وشركات كثار الى اخره. دونك اختار انه يدير ستور ديالو في شوبيفاي ويدير براند ديالو اللي من بعد غادي يخدم عليها ويكبرها ويوصلها لدي شيفر اللي هما كبار. دونك هنايا كيجي السؤال هو منين غتجيب الترافيك؟ وعلى كل حاجه كل سورس ديال الترافيك راه عندها خدمه ديالها بوحدها. دونك خصك هنايا تختار واش غادي تخدم فيسبوك ادز، واش غادي تخدم جوجل ادز ولا جوجل شوبين اون جينيرال، واش غادي تخدم تيك توك، سناب شات، انترست الى اخره. يعني هنا خصك تعرف السورس ديال الترافيك باش غادي تخدم، حيت كل وحده طريقه الخدمه ديالها كل وحده مختلفه على الاخرى. مثلا لو قلت لي فيسبوك ادز غنقولك ضروري خصو يكون عندك بيجي كبير، وخصو يكون عندك واحد الفري تايم اللي هو باش تخدم. الفري تايم يكون كبير يعني وقت الخدمه، ما نقولوش فري تايم، وقت الخدمه يكون كبير. مثلا تقول لي جوجل شوبين غادي نقولك ان خصك تمشي تقرا مزيان، تستافد مزيان على جوجل شوبين، خصك تعمر راسك مزيان عاد تبدا. غادي خصك بيجي اقل من فيسبوك ادز، ولكن ما يمكنش تسكيلي عاوتاني بحال فيسبوك ادز. المهم كاين كل حاجه لي زافونتاج كيما قلنا، كل حاجه لي زانكونفينيون ديالها. غادي نهضر عاوتاني على الاختصاص ديالي اللي هو جوجل شوبين. لنفترض انك اختاريتي جوجل شوبين، دابا هنا غادي نبداو شنو غادي خصك من الزيرو حتى اول مبيعة ديالك. دونك اختاريتي انك تبدا دروب شيبين، اختاريتي انك تمشي مع جوجل شوبين، كيفاش غتكريي هاد البيزنس وشنو غادي خصك؟ دونك اول حاجه كنحتاجوها هي بنك انترناسيونال. ما يمكنش تبدا اصلا الخدمه في الويب بلا ما يكون عندك بنك انترناسيونال، اللي هي مثلا غير سي اش كود 30، تكون عندك كارت انترناسيونال. كافيه باش غادي نبداو، هذه هي الحاجه اللي تكون عندك الاي دي ديالك بيان سور. دونك باش نبداو نكريو واحد البيزنس اللي هو ديال جوجل شوبينغ، كيخصنا ثلاثة ديال الحوايج. أولا كيخصنا البانكس، وكيخصنا باش نستقبلو الفلوس. ثاني حاجة كيخصنا ستور فين غادي نأجوطيو لي بروداكت، فين غادي نخدمو. ثالث حاجة كيخصنا جوجل شوبينغ
هادسو ملي غادي نجيبو الترافيك والمسائل ديالنا. دونك باش غنبداو، اول حاجه كديرها هي انك تكريي شركه. فاش تسمع شركه ما تخلاش، ماشي شي حاجه كبيره، كنكريو ال تي دي. كاينه شركه، كاين سيت فيرست فورميشن هو اللي كيكري لنا فاسيلمون $250 ولا $300 كتكريي الشركه. دونك شنو كيخصك باش تكريي الشركه؟ كيخصك اي دي ديالك، لا كارت ناسيونال، مع شي فيريفيكاسيون ديال لادريس اللي غادي تعطيهم. يعني تقدر تكريا بسميتك، تكريا بسميت جدتك ولا اي واحد في عائلتك، زعما ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. كتحتاج يومين، وكما قلت شي 300 درهم ولا 250 درهم. شنو غادي تحتاج فيها؟ كما قلت تخلص واحد 300 درهم ولا 200 درهم بكارت انترناسيونال ديالك، مع الاي دي ديالك والفيريفيكاسيون ديال الادريس. هادو شي حاجه اللي هي بسيطه، يومين 3 ايام كتكون كريا، كيكون عندك ورق الشركه كتكون ناضي. موراها اوكي، دابا عندنا ال تي دي، كرينا فيرست فورميشن، كاين لي فيديو في يوتيوب، كاين الى اخره كيفاش دير داكشي ايتاب بار ايتاب. موراها غادي خصنا نكريو بنك انترناسيونال. بنك انترناسيونال ضروري باش كنكريو كنتكريو بهاد ال تي دي. دونك اللي معروف واللي مزيان اكطويلمون هو وايز بون كوم. دخل الوايز غادي تكري بنك انترناسيونال فاسيلمون، داكشي في نهارو غادي تكريا، ولا كاع واحد 48 تويتر كنظن 48 تويتر باش كيربطو عليك ويابروفيو. ومن بعد كيصيفطو لك لاكارت ديالك، كارت كيشي ديال كارت بيزنس حتى للدار عندك، راه كيشي بيو للمغرب باي دوي مؤخرا اللي ولاو كيشي بيو. سو حتى لهنا انت مزيان، عندك ال تي دي ديالك، وعندك بنك انترناسيونال فين غتبقى تستقبل الفلوس. هنايا كيخصك تنوض تكريي ستور ديالك. دونك باش تكريي ستور shopify.com، راه كاينين ديليان دي كيعطيو دابا شهر ونص كنظن فري ترايل، عاد من بعد كتبدا تخلص. كتدخل شوبيفاي، كتكري ستور ديالك، كتختار دومين نيم كيكون زوين نقي مسائل، كتقاد تيم، كتقاد لي برودوي، كتاجوتي لي برودوي. شنو هي كتاجوتي لي برودوي؟ كتهز دي برودوي عند ناس اخرين، تصاور كدا، كتحط تصاور ديسكريبسيون الثمن المسائل، صافي انت اجوتيتي هادشي اللي خصو يتاجوتا. خدمتي ستور، كتخدم ستور نقيقي، كتعلم داكشي سيمانه كاول ستور ديالك، تحتاج فيه واحد سيمانه 5 ايام. اكطويلمون الدراري اللي هما اكسبير راه كيطلعو ستور في ساعات، ماشي في سيمانه، راه ساعات. مي نقولو ستور الاول ديالك كتعطيه شويه ديال الخاطر، واحد 3 ايام 4 ايام ستور واجد. دونك حتى لهنا عندك ستور ديالك، عندك ستور. شنو كتحتاج فيه؟ كما قلنا الدومين نيم، كتلينكي ليه لاكارت، غير كتلينكيها ماشي شي حاجه، كتلينكي ليه لاكارت انترناسيونال ولا كارت وايز اللي غادي يعطيوك، و برودكت تيم مع البيجز اللي غادي يكونوا تحت ديال برايفسي بوليسي سيرفيسز الى اخره. دونك هنا دابا عندنا ال تي دي، عندنا بانك وايز، وعندنا ستور. هنا غادي ندوزو نكرييو بيمنت بروفايدرز. نبداو بسترايب. كتكري سترايب، شنو غادي تحتاج فيه؟ غادي تحتاج فيه الاي دي، غادي تحتاج فيه ال تي دي، غادي تحتاج فيه ستور والبنك. يعني كاع داكشي اللي ديجا كريناه غنحتاجوه باش نكرييو كونت سترايب. هذا باش كنستقبلو لي بايمون باغ كارت بانكير. ابخي غادي نكريو كونت باي بال. باي بال شنو غادي تحتاج فيه؟ تحتاج فيه الاي دي ديالك والبنك. من بعد غادي تحتاج ال تي دي والمسائل الاخرى. سو دات سيت. حتى لهنا راه عندك بيزنس واقف، دابا حتى لا شي اللي قلنا راه عندك بيزنس واقف. عندك ستور ملي كيفيه باي بال وسترايب، يعني اي واحد غادي يجي يطابي السميه ديالك بوان كوم غادي يدخل للستور، غيمكنلو يشري شي برودوي، ونتايا ديك الساعه تمشي تشيبي ليه البرودوي، الفلوس غادي يدخلوك في البنك ديالك وايز، وانت ناضي. يعني حتى لهنا عندك بيزنس. دابا السؤال اللي بقى هو منين غادي نجيب هاد الكلاينتس، منين غادي نجيب هاد الكاستمرز اللي غادي يشريو. هنا فين كيجي الدور انه خصنا جوجل شوبين. المهم يعني على حسب السورس الترافيك باش غتخدم، مي دابا غادي نهضروا على جوجل شوبين. سو باش نكريو جوجل شوبين، اول حاجه كنحتاجو هو كريو جوجل ميرشنت. جوجل ميرشنت باش تكري شنو كتحتاج؟ جيمايل، وتحتاج ستور ديالك يكون نقي. المهم بواحد المسائل اللي خصو، واحد المعايير اللي خصهم يكونوا فيها. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون كيفاش تابروفي ميرشنت، ميم سي مؤخرا ولات شويه صعيبه، مي الفيديو الجاي هادشي علاش غادي يكون ان شاء الله. واللي غادي تحتاج اخر هو واحد النمره ديال اليو اس اي، يمكن لك تشريها بديز ابليكاسيون مثلا فايك اون اوف، كاين كثار لي زابليكاسيون باش تشري نمره فيرتوييل ديال اليو اس. وكتكريي ميرشنت ديالك، كتسميتي ليه ستور اللي هو بيان سور قديتي على حسب معايير اللي طالبه جوجل، كيت ابروفا ان شاء الله. ما تابروفاش كتعاود تحاول معاهم حتى يتابروفا. ابخي كتكريي جوجل ادس. جوجل ادس شنو غادي تحتاج فيه؟ تحتاج فيه جيمايل اللي هو يكون قديم وارمي، يعني يكون ريل اكاونت، جيمايل اللي خدام به في شي تليفون، خدام به في بيسي، كيجيو فيه لي زيمايل محرك.
وغادي تحتاج كارت ديالك اللي هي الاولى مغربيه الحقيقيه ديال السياج، ماشي ديال وايز، لا تحتاج ديالك. وغادي تكريي بها جوجل ادس ديالك وتلينكي الميرشنت مع جوجل ادس، وهانت غادي حتى لهنا عندك ستور، عندك بيمنت بروفايدرز، عندك منين تجيب الترافيك. يكفي انك ديك الساعه دير الادس، دير برودكت ريسيرش، تجيب دي برودوي اللي هما غادي يتباعوا وين البرودكت، تطلق الادس، كتجيك مبيع على الستور ديالك، كدوز البيمون، كيجيوك الفلوس البنك ديالك، وانت كتمشي كتشيبي للكاستمر من علي اكسبريس ولا من شي بلاتفورم اخرى، كتشيبي ليه داك البرودكت ديالو ودات سيت. راه هذا هو دروب شيبين، ماشي شي حاجه صعيبه، ماشي شي حاجه مستحيله. يعني توتال زعما شنو غادي خصك، غادي خصك بنك انترناسيونال مع الاي دي ديالك، يعني الا كنت اقل من 18 عام ولا كذا غادي خصك اي دي، سواء ديالك سواء ديال شي واحد في عائلتك. الشيء الاخر كامل يمكن لك تكريي، نقدروا نقولوا حاجه واحده اللي كتخلص عليها هي ال تي دي 200 درهم ولا 300 درهم، بيان سور الدومين نيم فاش تبغي تشريه ديال ستار واحد 100 درهم، والفون نمبر، الفون نمبر شي 30 درهم في الشهر. دات سيت، هادشي اللي غادي خصك تخلص في توتاليتي، يعني ماكسيموم واحد 500 درهم راه غادي يكون عندك بزنس واقف واجد انك تبيع، مستعد انك تبيع. شتي لو وقفتي غير هادشي هذا كامل بلا انك انت تخدم، راه غير هادشي لو كان عندك واقف واجد مريق اللي هو نقدروا نقولوا في واحد السيمانه تقدر تطلع هادشي كامل، راه كيتباعوا غالي. راه هاد البيزنس هذا كامل تقدر تبيعو بثمن ساوي، يعني ميرشنت مسابميتي، سترايب، باي بال، ستور مقاد بروفيسيونيل، تقدر تبيعهم بثمن مثلا مليون، مليون ونص. لقيت دراري كيبيعوا ثلاثة أربعة، لقيت دراري كيبيعوا فيسبوك هذا الشيء هذا اللي قلت كامل ثلاثة مليون أربعة. سو واخا تعرف تبدا غير هذا الشيء، تبدا تكري هذا الشيء، تعرف كيفاش تحط هذا الشيء كامل، عاد من بعد شوف كيفاش تقلب على الوين برودكت. سو ما تبقاش حاصل في المعلومة تبقى هي كتقرا، شوف هنا تلف من هاد المعلومه لهاد المعلومه، هذا قال هذا قال، هادي كيفاش نكري هادي كيفاش. لا غير بدا كري هاد المسائل، تكون عندك واقفه، عاد شوف كيفاش تجيب الكلاينت، عاد شوف كيفاش تسكيلي. ما تفكرش في السكيلي وانت مازال ما بديتيش، انت مازال ما عندكش حتى بزنس واقف. سو هذه هي الحلقه ديال هاد اليوم، كانت غير على ود الناس اللي هما يلاه سمعوا بالاي كوميرس وكيبقاو تالفين، لان بزاف ديال الاسئله كيبقاو يتعاودوا لي، وبغيت زعما نحط واحد المخطط بحال هكا يكون واضح عند الناس اللي يلاه غادي يبداو. تبارك الله عليكم الشباب، تهلاو في راسكم، المره الجايه ان شاء الله.